بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قناة اون تايم سبورتس، ومن مدينة الإسكندرية تحديدا من ملعب نادي سموحة، حيث أحداث المباراة الودية التحضيرية قبل عودة استئناف بطولة الدوري موسم 2019-2020، الموسم رقم 61، الموسم الذي توقف في الأسبوع الأول من شهر مارس من هذا العام. وأحداث هذه المباراة تنطلق بصفارة محمد حسن سلامة وحضور معاونيه علي محمد حسن مساعد أول وأحمد محمد أحمد مساعد ثاني. لقاء سكندري الاتحاد ضيفا على سموحة، الشقيق الأصغر يستقبل الشقيق الأكبر. طلقت المباراة، سموحة أصحاب اللون الأزرق هنا على الجانب الأيسر من ملعب المباراة، وعلى الناحية اليمنى وباللون الأخضر الكامل يتواجد الزعيم، زعيم الثغر، سيد البلد، فريق الاتحاد. الاتحاد الضيف اللي بيبدأ مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من الحارس عماد السيد، وفي خط الدفاع محمود شعبان، بالإضافة للسيد سالم ومحمود رزق واسلام جمال. في الارتكاز حاضر اليوم الثنائي هشام محمد وأحمد نبيل مانجا، وفي المقدمة ثلاثي خط الوسط الهجومي محمد الصباحي، خالد الغندور، وأحمد حجي تحت المهاجم اللي بيرأس الشق الهجومي رقم 9 اللاعب خالد قمر. دي التشكيلة اللي بيبدأ بها المدير الفني طلعت يوسف، بينما حمادة صدقي المدير الفني لسموحة فبيبدأ بالهاني سليمان في حراسة المرمى. في الدفاع أحمد جمال ناحية اليمين، في اليسار محمد أبو الفتوح، أحمد أبو الفتوح وليس محمد، أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك المنتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة، وبحضور الثنائي محمد عبد المنعم ورجب نبيل قلبي دفاع. في الارتكاز أحمد حمص ويوسف ديوب، أمامهم ناصر ماهر، ثم في المقدمة بيأتي محمود معاذ وصلاح محسن إضافة إلى حسام حسن. كرة مع فريق سموحة في وسط الملعب عند ناصر ماهر، لكن في دفع من تدخل أحمد نبيل مانجا، ثم لمسة يد على ناصر ماهر، صفارة الحكم محمد حسن سلامة اللي بيحتسب هنا خطأ لمصلحة فريق الاتحاد السكندري، خطأ لمصلحة الاتحاد، الاتحاد اللي بيلعب المباراة التحضيرية والمباراة الودية الثالثة له خلال مسلسل اللقاءات الودية. طلعت يوسف المدير الفني المحنك هنا كان أمامنا على الصورة ويرتدي القمامة. طاق الاتحاد بطنطا وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. ثم لقاء تاني أمام الحدود في ملعب واستاد حرس الحدود في منطقة المكس، وانتهت لمصلحة حرس الحدود بالفوز بهدفين نظيفين. بينما سموحة فدي المباراة الرابعة له خلال مسلسل اللقاءات وسلسلة المباريات الودية، كان التقى بالزمالك وخسر 5-1، ثم في ثاني لقاءاته خسر على ملعب مختار التتش من الأهلي برباعية نظيفة، وفي يوم الأحد أول أمس على الملعب الفرعي في برج العرب أمام المصري انتهت المباراة بالتعادل 1-1. كان سجل بالمناسبة أحمد حسن مكي الهدف من ركلة جزاء، وهو نفس اللاعب اللي كان سجل في شباك الزمالك في المباراة اللي خسر فيها فريق السكندري الملقب بفريق الموج الأزرق بخمس أهداف مقابل هدف واحد، وكان من ركلة جزاء أيضا. سيد سلام يلعب رمية التماس إلى خالد قمر، كرة مقطوعة من أمام الصباحي ترتد لمصلحة فريق سموحة. 4 دقائق مرت من عمر وأحداث الشوط الأول لهذا اللقاء. تحضير في وسط الملعب لمصلحة فريق سموحة، يعيد الكرة مرة أخرى ناصر ماهر إلى قلب الدفاع محمد عبد المنعم، تتلعب لرجب اللي بيرسل كرة أمامية، رجب نبيل في مساحة خالية ناحية الجانب الأيسر. أدي أمامنا في الجهة اليسرى متقدم حسام حسن صاحب القدرات التهديفية الهائلة والرائعة، بيتقدم لكن كرة تلمس
دفاع فريق الاتحاد السكندري وتتحول الى خارج الملعب ركلة مرمى بعد ما اصطدمت في الاخير بقدم حسام حسن مرة اخرى لتصبح ركلة مرمى لمصلحة فريق الاتحاد. عماد السيد على تنفيذ ركلة المرمى. عماد السيد بيلعب الكرة الامامية عند السيد سالم الظهير الايسر بيشترك معاه محمود معاذ. تتحول الى رمي التماس لعبها الظهير الايمن احمد جمال الى محمود معاذ يحصلها قبل ما تتحول الى ركلة مرمى لكن يهديها الى خط دفاع الاتحاد السكندري. سيد سالم بيشترك معاه مرة اخرى من جديد محمود معاذ ويتدخل ناصر ماهر حول المحاصرة للاعب السيد سالم من ثلاثي سموحة في الكرة اللي فاتت معاذ وناصر ماهر بالاضافة الى احمد جمال في محاولة استخلاص والضغط العالي اللي كان عامله فريق سموحة على حدود منطقة الجزاء بالنسبة لفريق الاتحاد السكندري لكن في النهاية زي ما تابعنا وشفنا انتهت الى رمي التماس. عادت الكرة مرة اخرى من السيد سالم بتنفيذ رمي التماس يستلمها احمد جمال ظهير ايمن فريق سموحة ويخرج بها وتخطط خط التماس بكامل محيطها كرة القدم. اتلعبت رمي التماس تاني لفريق الاتحاد لكن يبعدها مرة اخرى دفاع سموحة. الاداء منحصر في منطقة وسط ملعب فريق سموحة الان ضغط من الصباحي محاولة من مانجا لكن في دفعة وصفارة محمد حسن سلامة اللي بتعلن عن خطأ لمصلحة فريق سموحة. تحضير مرة تانية من رجب نبيل محمد عبد المنعم يمرر الكرة في الجال اليسرى لأحمد أبو الفتوح وسط الملعب حمص محمد عبد المنعم. تحضير من الخلف مرة أخرى لصالح فريق سموحة وهنا أمامنا التقدم لمحمد عبد المنعم صاحب القميص رقم 66 في تشكيلة سموحة. لقاء سكندري خالص ثلاث فرق من مدينة الإسكندرية تشارك في الدوري الممتاز الاتحاد والسموحة بالإضافة إلى فريق حرس الحدود. التقى الاتحاد بفريق حرس الحدود في ملعب واستاد حرس الحدود والمباراة انتهت بفوز الحرس بهدفين نظيفين عن طريق نفس اللاعب نانا أنتوي من صناعة توني جوميز وصناعة أيضا عبد الله جمع عوض الظهير الأيمن. أدي كرة كانت مسددة من محمد الصباحي لكن ارتداد سريع ومنظم من دفاع سموحة واستخلاص الكرة اللي عادت لوسط الملعب ثم تحولت إلى رمي التماس. اتلعب الثاني من تحرك صلاح محسن يلعبها لحسام يدخل لمنطقة الجزاء الكرة العرضية والهدف الأول هدف أول للفريق الأزرق وعن طريق ناصر ماهر مع الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط الأول يباغت ويفاجئ عماد السيد بهدف مبكر مع بداية هذا اللقاء والشوط الأول تحديدا بعد ما استخلصوها عملوا كرة سريعة من ناحية اليمين واتلعبت بشكل متقن ورائع إلى داخل منطقة الجزاء تهيأ أمام ناصر ماهر اللي لم يتوانى في إيداع الكرة داخل شباك عماد السيد. الهدف المبكر راح يعطي للقاء متعة ويجعل للمباراة مذاق آخر مختلف. هدف مبكر هيجعل الاتحاد ينظر للهجوم يتطلع لإدراك التعادل ومن هنا بالتأكيد سموحة يسعى هو الآخر للحفاظ على تقدمه بالدفاع المنظم والمكثف وفي نفس الوقت هيبحث عن الكرات المرتدة لتسجيل أهداف أخرى. خطأ لصالح الاتحاد محمود شعبان على التنفيذ يلعب الكرة الأمامية الطويلة وعالية داخل منطقة الجزاء بتبحث عن خالد أمر وخالد أيضا يبحث عنها لكن مرتدة من رجب نبيل. نص ملعب حمص بيلعبها في الجال اليسرى التقدم صلاح محسن يحاول صلاح يدخل حسام حسن ويتقدم ولكن ينقض عماد السيد حارس مرمى سيد البلد ويتصدى للمحاولة وتصطدم بحسام وتطلع بره لركلة مرمى.
لمصلحة فريق الاتحاد. الصورة هنا على حمادة صدقي مدير الفني لفريق سموحة، وأيضا باقي أعضاء الجهاز الفني، ومتابعة عن كثب لأحداث الشوط الأول واللي مر منه 10 دقائق. وسموحة متقدم بهدف سجله ناصر ماهر، تأكيد الهدف اللي ممكن نشوفه مرة أخرى في الإعادة لما يتسنى لمخرج المباراة إنه يعيد لنا هذا الهدف. يوسف ديوب السنغالي الغيني عفوا صاحب آخر هدف سجل لسموحة في الدوري أمام الأهلي ضمن لقاءات الأسبوع 18 أولى لقاءات الجولة الثانية، أو عفوا أو أولى لقاءات الجولة الأولى من مباريات الدور الثاني، لأن في الدور الثاني ومع الجولة رقم 18 اللي من خلالها بنعلن عن بداية الدور الثاني كان أقيم 5 لقاءات فقط وفي 4 مباريات لم تلعب حتى الآن من لقاءات الأسبوع 18. في الأسبوع 18 كان التقى الأهلي مع سموحة في مباراة انتهت بنتيجة التعادل 1-1، وبنفس النتيجة كان تعادل أيضا مقال عرب مع طلاع الجيش والإسماعيلي مع الجونة، في حين أن طنطا كان تعادل سلبيا مع وادي دجلة، ومباراة وحيدة شهدت فوز كان بيراميدز بانتصاره على إنبي بهدف مقابل لا شيء. في 4 لقاءات بقى مؤجلة من الأسبوع 18 هنعلن عنها وهنتكلم عنها إن شاء الله لما نستأنف الدوري يوم 6 أغسطس، لكن في قرار هيعلن عنه حكم اللقاء محمد حسن سلامة بيحتسب خطأ لصالح الاتحاد، وكمان بيشهر بطاقة صفراء ليوسف ديوبا لاعب الغيني لاعب وسط الملعب في تشكيلة سموحة. عرضية سيد سالم يلعبها لمصلحة فريق الاتحاد لكن يقابلها رجب نبيل المدافع لسموحة ويطلع كرة إلى ركلة ركنية لمصلحة الاتحاد السكندري. هاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السابق يواجه فريقه القديم. الركنية ملعوبة من على يمين الهاني يتابعها رجب نبيل يحولها في اليمين جنب خط التماسي حصلها ممتاز ناصر ماهر في عملية التحرك يلعبها لصلاح الربط مع ناصر ثنائي الأهلي المعار إلى صفوف فريق سموحة. صفارة محمد حسن سلامة محمد سلامة حكم محمد سلامة ميدو الحكم السكندري الحكم البورسعيدي واحد من أبناء بورسعيد مدينة الباسلة هنا يتولى إدارة هذا اللقاء تحكيميا للأشقاء الاتحاد في ضيافة سموحة في ملعب نادي سموحة. والتقدم لأصحاب الأرض بهدف مع الدقيقة الثامنة لصاحب القميص رقم 8 ناصر ماهر من عرضية جت من ناحية اليمين وعن طريق حسام حسن. حسام يضغط على محمود شعبان يستخلص الكرة حضرها لصلاح محسن على قوس منطقة الجزاء إبعاد للمرة دي من إسلام جمال يتدخل دفاع الاتحاد يبعد محاولة هجومية كانت في الطريق لصالح سموحة وصلت لوسط الملعب هشام محمد لليمين عند رزق مرة تانية هشام تغيير اتجاه اللعب من اليمين إلى اليسار في وسط ملعب سموحة بعد خط المنتصف سيد سالم استلم سلامة للصباحي الوافد الجديد في فترة الانتقالات الشتوية من فريق أسوان لنهاردة عنده لقاء أيضا من ضمن اللقاءات الودية في ضيافة ذئاب الجبل المقاولون العرب على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر. أدي التحرك ناصر يتقدم ينطلق بمهارة ويعدي ويفوت ولكن دفعة موجودة في ظهر ناصر ماهر والخطأ بيحتسب والمطالبة من خارج حدود الملعب ومن الطاقم الفني لأن الصوت اللي واصل لينا بالتأكيد بيطالب بإشهار بطاقة صفراء بيطالب باحتساب أو طبعا الخطأ احتسب لكن بيطالب بعقوبة إدارية استخدام بطاقة صفراء زي ما كان أشهر الحكم للاعب يوسف ديوب في كرة مشتركة أيضا كانت مع اللاعب محمد الصباحي من فريق الاتحاد.
ربع ساعة مرت من أحداث الشوط الأول لهذا اللقاء. كان التقى الفريقان معا في إطار منافسات الجولة رقم 15 من الدوري، وكان اللقاء انتهى بنتيجة التعادل 1-1. كان سجل للاتحاد مع الدقيقة 12 خالد عبد الفتاح هدف ذاتي عن طريق الخطأ في مرمى، ثم تعادل لفريق سموحة عماد السيد حارس مرمى الاتحاد عن طريق الخطأ في مرمى سجل، يعني تبادل الهدايا طرفي المواجهة الاتحاد وسموحة في المباراة اللي أقيمت على استاد الإسكندرية، كانت يوم 30 يناير من هذا العام تحديدا. محمود رزق يسلم الكرة في اليمين إلى محمود شعبان في المنتصف، مانجا عادت الكرة إلى الحارس عماد السيد، لا يسأل عماد عن الهدف اللي سجل في مرمى، كرة اللي احتضنت شباكه من عرضية حسام حسن ومتابعة ناصر ماهر اللي ترجم الكرة بكل سهولة وبكل إرياحية ودون أي معاناة من غير أي مشاكل دفاعية قابلته. مانجا يتحرك بالكرة بالعرض ناحية خط التماس من اليمين في نص ملعب فريقه، تحولت إلى إسلام جمال ينقلها لقدام لعب طلاع الجيش والإسماعيلي والزمالك، تمريرة طولية بينية أرضية في أعماق دفاعات سموحة جنب خط التماس، لكن طولت من الصباحي وطلعت لرمي التماس. أحمد جمال على التنفيذ، ظهير أيمن سموحة، يدخل إسلام وكمان معاه السيد سالم. كانش في تفاهم بين الاثنين، الاثنين التحموا واشتركوا على الكرة اللي كانوا بيبعدوها وطلعوها إلى رمي التماس مرة تانية، لكن المرة دي بالقرب من وسط الملعب. أحمد جمال على التنفيذ بيلعبها في الجهة اليمنى، صلاح محسن بكعب القدم لمعاذ تتقطع وياخدها إسلام جمال. محمود رزق واحد من هدافي فريق الاتحاد في بطولة الدوري، محمود رزق اللي سجل مع الاتحاد أكثر من 4 أهداف، ضغط من فريق الاتحاد. أحمد حجي لسه لما نرى خالد الغندور، لسه ما شفناش الغندور والصباحي ومحاولات صناعة فرص إلى المهاجم خالد قمر في المقدمة. صفارة مرة أخرى من الحكم محمد سلامة ميدو من منطقة بورسعيد بخطأ لصالح سيد البلد الاتحاد. الغندور أمامية في اليمين، أحمد حجي ترجع الكرة تاني من الحارس الهاني سليمان لوسط الملعب، محاولة السيطرة والاستحواذ على الكرة، لكن الكرة حائرة بين الأقدام، السيطرة لم تدم ولم تستمر لفترة طويلة عند امتلاك الكرة لأي من الفريقين، أو عند امتلاك أي من الفريقين للكرة خلال يعني ال 18 دقيقة اللي مرت من أحداث الشوط الأول من المباراة. أدي ناصر ماهر بيلعب الخطأ، يعيد الكرة في الخلف عند زميله الحارس الهاني سليمان. هاني بيلعب الكرة الأمامية، أحمد جمال اللي سبق لون اللعب لفريق مصر للمقصة، فريق اللي بيخوض أيضا اليوم لقاء ودي مع الإسماعيلي. مصر المقصة اللي هيخوض غدا الأربعاء لقاء ودي مع الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية، لكن زي ما ذكرت لحضراتكم إن المقاولون يلتقي بأسوان والزمالك مع طنطا. سموحة الآن هنا في هذا ملعب، ملعب نادي سموحة، متقدم بهدف لناصر ماهر على شقيقه الأكبر الاتحاد السكندري، وفي ملعب مختار التتش الأهلي يواجه الجونة. كرة تطلع للركنية لمصلحة فريق سموحة. محمود معاذ الجناح الأيمن الهجومي بالنسبة لفريق سموحة واللاعب المميز واللي ممكن
يتم توظيفه أيضا كلاعب وسط بيجي من الخلف الأمام تحت رأس الحربة أو رأس الحربة. كرة عند خالد قمر يستلمها في محاولة خروج الهاني يلعبها إلى خالد الغندور لكن عدت وراحت إلى الهاني. لحظة مكان متقدم الهاني حاول خالد قمر أن يستغل هذا التقدم ويلعب الكرة بسرعة خالد الغندور لكن عدت الكرة من أمامه لما كان متواجد على حدود قوس منطقة الجزاء. أدي التمريرة البينية من ناصر ماهر ممتازة ولكن قراءة متميزة من محمود شعبان. عادة تاني عند هشام محمد لاعب وسط الاتحاد يتقدم هشام. محمود شعبان لناحية اليمين ترجع تاني لهشام يستحوذ على الكرة ويلعبها لخالد قمر بعد ما فاتت من الصباحي تصطدم بقدم رجب نبيل عمل بلوك أرضي حلو قوي في الكرة اللي فاتت مرتدة في اليمين صلاح محسن سباق ما بينه وبين اللاعب اسلام جمال لكن في صفارة من محمد سلامة ميدو حكم المباراة. ويحتسب خطأ. هنشوف قرار محمد سلامة ميدو. في كلام كده ما بينه وبين الطاقم الفني بالنسبة لفريق سموحة. الحوار هنا أمامنا على الصورة واضح إنه ما بينه وبين مدير الفني حمادة صدقي وكان احتسب خطأ لصالح فريق سموحة. لحظة مكان متقدم صلاح محسن في سباق ما بينه وبين اللاعب إسلام جمال صفر وإدى فاول والخطأ بيتلعب والكرة تنفذ وتوصل عند حمص داخل دائرة الوسط بنالة لمعاذ في اليمين مع الصباحي راية من مساعد الأول لحكم اللقاء علي محمد حسن بوجود تسلل على محمود معاذ. سيد سالم هشام محمد كرة عند اللاعب محمود رزق مطوعة تصل إلى حمص بيقابله حجي يعود لمساعدة الزميل والظهير الأيمن محمود شعبان. كرة ترجع تاني للغندور استلم في نص الملعب شوفوا بغير اتجاهاته لاعب اللي ثبت أقدامه في تشكيلة الاتحاد السكندري بعد ما انتقل إليه من فريق اتحاد الشرطة. تحضير من دفاع سموح أحمد جمال لاعب نجوم ولاعب فريق مصر المقصة يلعب الكرة إلى صلاح محسن لكن الكرة طولت على صلاح يقابله السيد سالم اللي أخرجها إلى رمي التماس كالعادة على التنفيذ أحمد جمال يوسف ديوب لاعب اللي سبق له اللعب لفريق العبور أحد فرق دوري الدرجة الثالثة قبل قدومه وقبل انتقاله إلى صفوف فريق سموحة. أيضا لعب لفريق الشمس لفترة قصيرة هذا لعب الغيني يوسف ديوب. مرور منتصف أحداث الشوط الأول ولا يزال سموحة هو المتقدم بهدف عن طريق ناصر ماهر. حمد الصباح من الاتحاد يعيد الكرة في الخلف اتلعبت لإسلام جمال هشام محمد إلى خلف مرة تانية عند محمود رزق يلعب الكرة في اليمين محاولة اتحادية التقدم هنا أمامنا جانب الأيمن شعبان والعرضية رأسية لكن من خالد قمر تصطدم بالحامل اللي خلف القائم الأيمن لمرمى هاني سليمان تصطدم بيه وتطلع كرة بره لركلة مرمى. طبعا هي اصطدمت بيه بعد ما عدت في الأساس ركلة مرمى. هاني سليمان على التنفيذ حارس مرمى فريق سموح بيلعب الكرة اللي قدام الهاني ياخدها سيد سالم بيسلمها للصباحي يتبادل التمرير ينطلق السيد الطريق أمامه
يعني مهيأ للتقدم للاقتراب للاختراق. يدخل السيد بمجهود فردي لكن القطرة العددية تتغلب على شجاعة السيد سالم. الكثرة العددية تتغلب على فردية وانطلاقة وسرعة السيد سالم ورجعت الكرة إلى وسط الملعب ويحصل سموحة على خطأ. يوسف ديوب يستلمها لحسام حسن يسقط على أرضية الملعب ويحصل على خطأ. حسام منقولة الكرة مرة أخرى لحسام المرة دي أبو الفتوح الظهير الأيسر يلعب العرضية لكن يطير إسلام جمال ويطلع الكرة من داخل منطقة الجزاء. تمرر حمد الصباحي وسط ملعب إلى مانجا يستلم يمشي ويتجه بيها ناحية اليمين لكن في العمق مرة تانية الغندور هشام محمد. ضغط من فريق سموحة على حامل الكرة من يوسف فديوب وأحمد حمص وناصر ماهر وبقية الرفاق للاستخلاص لكن تبقى الكرة ما زالت تحت أقدام لاعبو فريق الاتحاد من ناحية اليمين. تتلعب العرضية إلى داخل منطقة الجزاء ياخدها مرة تانية أحمد حمص يمشي بالكرة بيدور على أبو الفتوح المتوج مع منتخبنا الوطني الأولمبي بأمم أفريقيا اللي أقيمت في القاهرة. وادي المحاولة والتقدم صلاح محسن لكن عماد كالعادة في المواجهات الفردية في الانفرادات ناجح في كل الامتحانات يحصل على درجة الامتياز في مقابلته من قبل لحسام حسن وفي مواجهته في هذه المرة إلى اللاعب صلاح محسن وينجح في المحاولتين. صفارة تاني من محمد سلامة ميدو خطأ لصالح هشام محمد من لاعب الاتحاد هشام محمد إلى خارج الملعب للإطمئنان على سلامة أحد اللاعبين اللي ساقطين على أرضية الملعب. أحد يعني سلامة في لاعب من الواضح إن في سقوط لأحد اللاعبين نتمنى له السلامة ولكن هناك أعتقد قرار من محمد سلامة ميدو في هذه اللحظات إنه طلب فيها لاعبو الفريقين الاتجاه نحو المناطق الفنية للراحة لمدة دقيقة لشرب المياه تقاتل الأنفاس فرصة أيضا لإعطاء الأجهزة الفنية الوقت المتاح لإعطاء التعليمات وتلقين اللاعبين بعض الجمل ولتنفيذ بعض المهام المطلوب من اللاعبين تنفيذها داخل أرضية الملعب. محمد سلامة ميدو انت شايف ماشي الفاول ماشي من منطقة بورسعيد امامنا على الصورة بيتكلم مع علي محمد حسن المساعد الاول وكذلك معه المساعد الثاني محمد احمد محمد احمد شيخو هو شيخو شيخو مايا تشكيلة الاتحاد السكندري اللي بتلعب وتخوض هذا اللقاء على ما يبدو ان هتكون هي التشكيلة الأساسية اللي راح يعاول عليها مدير الفني طلعت يوسف في بعض المباريات اللي خاضها وديا قبل هذا اللقاء سواء كان أمام حرس الحدود أو مع فريق طنطا هي نفس التشكيلة اللي لعبت المباراتين السابقتين لكن عنده على مقاعد البدلاء محمود الزوفولي بالإضافة لمحمد أنور نور السيد صبري رحيل أحمد رفعت عبد غني محمد وأحمد راشد وعند فريق سموحة وحمادة صدقي على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء عمر صلاح حارس البديل محمود عزت السيد فريد إيدي أمومون وبالإضافة لمحمد نادي فارس مجاهد محمود حليمو كريم يحيى أحمد فؤاد أحمد حسن مكي محمد طلعت محمود فهمي سلامة أحمد فوز الحناوي محمد الترهوني وشريف رضا عودة للقاء مرة ثانية الدقيقة 30
من احداث الشوط الاول. نستأنف المباراة مرة تانية بعد ما كان في توقف لمدة دقيقة لشرب المياه. ان شاء الله وبإذن الله تعالى ستعود الحياة لطبيعتها مرة اخرى في ملاعبنا مع يوم 6 اغسطس بعودة الدوري واستكماله من جديد بلعب واداء اللقاءات المؤجلة. بداية بلقاء المصري مع الزمالك يوم 6 اغسطس، لكن الاتحاد السكندري اولى لقاءاته اللي هيلعبها وياخدها باذن الله تعالى هيكون ضمن اللقاءات المؤجله من الاسبوع 18 في مواجهته مع الزمالك على استاد الجيش المصري في برج العرب يوم 10 اغسطس. بالنسبه لفريق سموحه فاولى لقاءاته هيكون باذن الله تعالى يوم 13 اغسطس ضمن لقاءات الاسبوع 19 لما يستقبل فريق المقاولون العرب على استاد الاسكندريه. كره عادت للخلف من سموحه الى حارس المرمى الهاني سليمان، بيلعبها لقدام الهاني. ١٨ مباراه لعبها الهاني سليمان مع فريق الاتحاد مع الفريق سموحه، طبعا هو ما لعب لفريق الاتحاد من قبل كان انتقل في فترة من الفترات إلى فريق الجونة، لكن مع الاتحاد خاض أكثر من 215 مباراة، ومع الجونة لعب 11 مباراة. مع الفريق السكندري الآخر سموحة لعب 18 مباراة، شباكه اهتزت ب 18 هدف. سموحة في المركز السادس في الدوري ب 25 نقطة من 18 مباراة، فريق اللي ما عندوش مباريات مؤجلة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10، ملك التعادلات. فريق سموحة بالتساوي مع طنطا أيضا اللي عنده 10 تعادلات، خسر في 3 مباريات، سجل 20 هدف ودخل مرمى 18 هدف. لكن فريق الاتحاد في 27 نقطة في المركز الخامس من 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر في 4 وسجل 17 هدف ودخل مرمى 13 هدف. ركنيه لصالح فريق الاتحاد الدقيقه 32 هتتلعب من على يسار الهاني سليمان. سيد سالم المتخصص في تنفيذ الركلات الثابته يلعبها، بيقابلها دفاع سموحه ويطلع كره لخارج الملعب. في شك ان مستوى بيختلف تماما عند اللاعبين في الاداء، في الحركه، في التحرك، في اخذ الاماكن في كل ارجاء الملعب في هذا اللقاء عن اللقاءات السابقة. يعني تشعر بأن مباريات الأولى وبدايات عودة الحياة من جديد من خلال أداء المباريات التحضيرية الودية أن حركة اللاعبين كانت بطيئة. وكنا بنشوف يعني تمريرات غير متقنة، نسبة الكرات المفتقدة ميس باس، يعني كان نسبة كبيرة جدا تابعناها في اللقاءات اللي فاتت. لكن اعتقد مع خوض اكثر عدد من المباريات الودية هتعيد اللاعبين الى مستواهم الطبيعي باذن الله تعالى، سواء بدنيا او فنيا، وقبل كل هذا نفسيا بالتاكيد. ضربة ركنية من جديد لصالح الاتحاد دقيقة 34 ولا يزال التقدم لسموحة بهدف مقابل لا شيء. اتلعبت الركنية من على يمين الهاني المرة دي، رجعت من أحمد نبيل مانجا الصباحي، بيلعبها للسيد سالم، محاصر من قبل الغيني ديوب، حسام حسن، ماهر ينطلق، صلاح محسن يتقدم يستلم، لكن تحت ضغط ومراقبة لصيقة جدا من اللاعب محمود شعبان يصفر ويدي خطأ. حكم اللقاء محمد سلامه ميدو، بيعالج صلاح محسن، نتمنى له السلامه. لاعب انبي الاسبق، لاعب الاهلي السابق والمعار من الاهلي الى فريق سموحه. حاول الاتحاديه، كره تتلعب جميله، احمد حجي العرضيه لكن تصطدم و بيحصلها
الهاني سليمان، هل حصلها ولا عدت؟ عدت، واضح ان في قرار من المساعد الثاني احمد محمد احمد بان الكره تجاوزت خطوط الملعب وبكامل محيطها، واصبحت الكره الان ركله ركنيه لمصلحه فريق الاتحاد. ركنيه للاتحاد، الركنيه الرابعه في خلال 35 دقيقة من عمر احداث الشوط الاول من هذه المباراة، تتلعب برضو من السيد سالم، والتغطية دفاعية من سموحة وابعاد الكرة الى خارج الملعب، رمي التماس من ناحية اليمين محمود شعبان لمحمود رزق صاحب الاربع اهداف اللي كان سجلها في لقاءات الدور الاول. كرة بتتحضر، الله 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 الله، حلوة 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 حلوة، جميلة 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 يا صباحي. كنت لسه هسأل عن الصباحي، ليه مختفي؟ ليه لم يظهر؟ ولكنه يظهر مع الدقيقة 36 بهدف التعادل، بهدف التعادل، وكأنه بيسدد ركلة جزاء، وكأنه بيسدد ركلة جزاء، ولكنها ركلة من خارج حدود المنطقة، حطها جميلة ببطن القدم على يمين الهاني سليمان اللي اكتفى بالمشاهدة وبالفرجة. محمد الصباحي يضع هدف التعادل لسيد البلد في كرة سكنت زاوية اليمنى للحارس الهاني سليمان بأريحية، استلام حلو جدا، حط الكرة تحت قدمه، لم يتوانى، ما استناش، ما فكرش. صلاح محسن يفوت بمهارة من بين الاثنين، ينطلق، يا سلام يا صلاح، تصويبة لكن برجله اليمين علت فوق عرضة عماد السيد، حاولة جيدة جدا ورائعة من صلاح محسن للرد على هدف التعادل اللي سجله حمد الصباحي بمرور من اثنين ثم انطلاقة تقدم ودخول لمنطقة الجزاء. كنا نتمنى نشوف هدف الصباحي مرة تانية، هدف في الإعادة، لكن للي فاتوا مشاهدة ورؤية الهدف، كرة اتلعبت له، استلمها بقدمه وامتص الكرة وحطها وثبتها، وفي لحظة فاجأ الهاني سليمان بكرة تغرد داخل الزاوية اليمنى لمرمى الهاني سليمان. 1-1 محمود شعبان، ترجع الكرة الثانية عند رزق، سجل في مرمى الجونة والمصري والإسماعيلي، ولو هدف في مرمى نادي مصر. وفي الأربع مباريات كان الاتحاد متفوق، متقدم، منتصر، لما يسجل محمود رزق يبقى الاتحاد يفوز على الجونة بهدف مقابل لا شيء، وبنفس النتيجة على المصري وعلى الإسماعيلي في واحدة من أروع المباريات التي قدمها الاتحاد في هذا الموسم، والفوز بثلاثية نظيفة ثم الانتصار اللي تحقق على حساب فريق نادي مصر بهدفين مقابل هدف واحد. تعود الكرة تاني من خالد الغندور لمحمود رزق قادم من فريق الانتاج الحربي. هشام محمد بترجع الكرة عند اللاعب اسلام جمال، بلعبة عالية وقوية وبعيدة تماما على السيد سالم، تخرج لرمي التماس. بدلاء الاتحاد بيجروا عمليات الاحماء والتسخين خلف مرمى الهاني سليمان. احمد جمال على تنفيذ رمية التماس قدامنا، الظهير الايمن لاعب بيرتدي القميص رقم 20 زي ما قلت لكم سبق له انه لعب لفريق مصر للمقصة، وهو قادم من مصر المقصة مع بداية الموسم 2019-2020، وكان لعب لفريق النجوم، ومن النجوم كان أعير إلى فريق بيراميدز لما كان بيحمل الاسم القديم فريق الأسيوطي في موسم 2017-2018. انتهت الإعارة فعاد إلى النجوم، والنجوم باعوا إلى فريق مصر مقصة، ومن مصر مقصة زي ما ذكرنا انتقل إلى فريق السموحة. هذه محاولة في اليمين عن طريق محمود شعبان، واحد من أبناء نادي سيد البلد،
تتقطع الكرة لحسام حسن. بيضغط عليه بفاول. بيحسبه حكم اللقاء. 26 سنة عمر حسام حسن. مهاجم اللي سجل 6 أهداف في 17 مباراة لعبها مع الفريق. جاب على اللقاء وحيد فقط في الدوري. الصباحي صاحب الهدف الرائع الجديد. قادم من أسوان في فترة الانتقالات الشتوية للاتحاد. رزق. هشام محمد. دخول على قدم هشام محمد. فاول يحسبه محمد سلامة ميدو للاتحاد. 1-1 التعادل، هي نفس النتيجة اللي انتهت عليها مباراة الفريقين ضمن الأسبوع 15 من الدوري على استاد الإسكندرية. كرة بتتلعب عالية. محمد عبد المنعم مدافع السموحة يردها براسه. يستلم ناصر ماهر. ومرة تانية تتلعب له من محمود معاذ. تصطدم بمحمود ولمسة يد على معاذ في اللعبة اللي فاتت. 41 دقيقة من عمر أحداث هذا اللقاء الودي. طلعت يوسف. بيدون بالتأكيد يعني كل صغيرة وكبيرة. حتى يعني انه تعالى سيد تعالى سيد يعالجها لو في قصور قبل خوض مباراته الاولى عند استئناف الدوري يوم 10 اغسطس. لقاء مؤجل من الاسبوع 18 امام الزمالك. كان خسر من الزمالك في الدور الاول بهدف كان سجله اللاعب مصطفى محمد. محمود رزق حاول كره في نص ملعب سموحه. الكره يعني اغلب فترات اللعب واغلب الفترات اللي عاشتها كره القدم كانت في منطقه وسط الملعب، لكن هنا اصبحت من نصيب حسام حسن يتوغل ويدخل لمنطقه الجزاء وركله جزاء بتحتسب بعد دقيقه 42. محمد سلامه ميدو لم يتردد في احتساب ركله جزاء صحيحه لعرقله تمت من قبل مدافع الاتحاد في اللعبة اللي فاتت، ودخول على قدم حسام حسن اللي بيسقط ونتيجة عرقلة سليمة وقرار سليم من حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء. دقيقة 43 وصلاح محسن في مواجهة عماد السيد. صلاح محسن مهاجم سموحة في مواجهة عماد السيد. عماد وصلاح، وصلاح يضع هدف الثاني لفريق سموحة. أصبحت النتيجة هدفين مقابل هدف. صلاح محسن حط الكرة على يمين اللاعب والحارس عماد السيد ليعيد فريق سموحة للتقدم مرة ثانية من جديد. عماد السيد توقع ان ممكن صلاح يحطها في الزاويه اليمين او الزاويه اليسرى عفوا، فاتجه لناحيه الزاويه اليسرى، لكن صلاح يضع الكره في اليمين ويعيد مره اخرى سموحه للمقدمه لتصبح النتيجه هدفين مقابل هدف واحد. اسلام جمال مدافع الاتحاد بيلعب الكره لزميله مانجا. يضغط عليه لكن يتخلص من الرقابة ومن الضغط بالاستناد على الحارس عماد السيد. تتلعب الكرة لقدام في نص ملعب سموحة على حدود دائرة المنتصف للاعب الاتحاد اللي كان متقدم في اللعبة اللي فاتت أحمد حجي. يسقط على ارضيه الملعب والفاول من نصيب الاتحاد. تاني محمود رزق في الجهه اليسرى. كرات العاليه دايما بيبقى فيها تدخلات والتحامات من الجانبين، يعني في العاب الهواء، وشفنا موقف ده تكرر كتير جدا واعتراض من
رجب نبيل اعتقد، ولا احمد جمال، يبدو لي ان هو فعلا احمد جمال بيتكلم مع محمد سلامه ميدو، فاستدعى الحكم وبيطالبه بعدم الاعتراض وعدم المبالغه في الاعتراض، خاصه بعد ما صدر القرار من حكم اللقاء. بقول له خلاص طالما انا صفرت لا داعي للاعتراض على قراراتي، ولابد من الامتثال لقرارات الحكم في كل الاحوال ايا كان. لكن في بعض اللاعبين اللي بيحبوا يعني يعملوا ضغط واسلوب الضغط المتبع على الحكم على اساس ان ممكن ياثر عليه، لكن دي كلها في النهايه ترجع للسمات الشخصيه للحكم ومدى الثبات الانفعالي عنده. كره ثابته لصالح فريق الاتحاد داخل منطقه الجزاء، لسه المحاوله ما زالت قائمه مستمره والتصويبه، لكن من خالد قمر يتصدى لها دفاع سموحه يحول الكره الى خارج ملعب. ركله ركنيه الحد الاكثر حصولا على الركلات الركنيه خلال هذا الشوط، اكثر من 5 أو 6 ركلات ركنيه لكن دون ترجمه، دون وصول الى شباك الهاني من خلال الركلات الثابته. لكن من كره متحركه نجح محمد الصباحي انه يعيد الفريق الى التعادل قبل ان يتقدم من جديد لسموحه صلاح محسن من ركله جزاء. خلاص نلعب في اللحظات الاخيره من احداث الشوط الاول لهذا اللقاء اللي اوشك على النهايه. خطا لمصلحه سموحه، هاني سليمان على التنفيذ من خارج منطقه الجزاء هنا من ناحيه اليمين. هاني كره عاليه بتعدي لنص ملعب الاتحاد داخل منطقه الجزاء. حسام حسن ياخدها، حسام حسن يدخل يقرب ويسدد، ولكن في الشباك الجانبيه حب يخدع هنا الحارس عماد السيد ويحطها له في الزاويه القريبه، الزاويه الضيقه، على اعتبار ان ممكن كان عماد يتجه ناحيه الزاويه اليمنى الواسعه المفتوحه ويسيب الزاوية الشمال الضيقة، لكن كرة لم تستجيب ولم تطاوع أوامر القدم اليسرى للاعب حسام حسن. ترجع تاني لأحمد جمال، ممتاز هشام محمد بتحركاته واستخلاصه للكرة بدون خطأ مع أحمد نبيل مانجا. سيد سالم ياخد كرة زميله إسلام جمال يرجعها له مرة تانية، تحضير من جانب الفريقين ولكن ببطء، حاولت استغلال مساحات الخالية في بعض الأوقات يعني وفي بعض الأحيان من أحداث اللقاء تتواجد وتتوافر من خلال تحركات اللاعبين. لكن أدي أهو أمامنا المساحة الخالية وجدت أمام السيد سالم، لعبت الكرة اللي قدام من هشام محمد تتقطع وترجع تاني، بياخدها احمد جمال، اسلام جمال استخلاص من نص ملعب سموح بالتقدم من امام ناصر ماهر، توصل في اليمين محمود شعبان، بيحاول فريق الاتحاد ينوع من محاولات اختراق واقتحامه لمنطقة الجزاء باعتماده في اليمين لمحمود شعبان وفي اليسار السيد سالم، وفي بعض الاوقات بيحاول كمان يخترق من العمق بتحركات مانجا وزحف هشام محمد الامام لايصال الكره للصباحي وخالد قمر. ولكن هنا في هذه اللحظات بعد ان وصلت الكره الى هاني سليمان يطلق محمد سلامه ميدو صفارة نهايه الشوط الاول والتقدم لسموحه بهدفين مقابل هدف على فريق الاتحاد. استراحه قصيره ثم لنا عوده لمتابعه احداث الشوط الثاني باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر قناة تون تايم سبورتس، أحييكم من ملعب نادي سموحة هنا من مدينة الإسكندرية وأحداث اللقاء الودي التحضيري استعدادا لعودة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى من جديد موسم 2019-2020، وشوط أول تابعناه انتهت أحداثه بتقدم سموحة بهدفين لهدف، كان سجل لسموحة أولا ناصر ماهر ثم تعادل للاتحاد محمد الصباحي،
قبل عودة فريق سموحة للتقدم من ركلة جزاء ترجمها صلاح محسن على يمين عماد السيد حارس مرمى الاتحاد. بداية الشوط الثاني أيها الأحبة ما بين الفريقين، الاتحاد ضيفا على سموحة. الاتحاد الفريق اللي هيكون موجود على يسار ملعب نادي سموحة، بينما سموحة في الناحية اليمنى، السموحة بالأزرق والاتحاد بالأخضر. والنتيجة كما نتابع هنا على الشاشة، تقدم سموحة بهدفين مقابل هدف واحد. الشوط الثاني بيبدأ وبصفارة محمد سلامة ميدو وبوجود مساعدي علي محمد حسن واحمد محمد احمد. هنشوف هل في تبديلات اجراها طلعت يوسف وكذلك حماده صدقي، وان كان يعني في الشوط الاول ما شفناش خلال ال 45 دقيقه اي تبديلات من الجانبين. كره في ناحيه اليمين اللي فيها محمود شعبان، يسيبها لاحمد حجي. تشكيله الاتحاد السكندري، عماد السيد في حراسه المرمى، لكن نشوف محاوله حسام حسن اولا من جانب سموحه، بيلعبها لنصر ماهر، كره مشتركه بياخدها حجي يعيدها الى مانجا بعد ما لعبها لخالد الغندور. خالد الغندور ايضا في ملعب اللقاء لا يزال حاضر، على ما يبدو بان كل مدير فني بيحافظ على نفس التشكيل اللي بدا به احداث اللقاء. عماد السيد، محمود شعبان، اسلام جمال، محمود رزق، السيد سالم، هشام محمد، احمد نبيل مانجا، الغندور، حج، الصباحي، خالد قمر. ده بالنسبه لفريق الاتحاد والتشكيله اللي بدا بها طلعت يوسف احداث هذا اللقاء، ما زالت هي التشكيله الموجوده على ارضيه الملعب. في المقابل سموحه بحضور الهاني سليمان، احمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، احمد ابو الفتوح، حمص، ديوب، ناصر ماهر، حسام حسن، صلاح محسن، ومحمود معاذ. ايضا هي نفس التشكيله اللي خاضت احداث ال 45 دقيقه الاولى. تقدم السيد سالم، كره مقطوعه بياخدها محمود معاذ اللي اعتقد انه هيخرج كره للاطمئنان على سلامه السيد سالم بعد مطالبه جماعيه من الكل في الكره اللي فاتت. الصباحي اعتقد هو اللي بيسقط على ارضيه الملعب، بالفعل صاحب القميص رقم 15. بروفا بيستعد من خلالها فرق الدوري الممتاز لعودة المنافسة مرة أخرى من جديد واستئناف الدوري بعد توقف دام واستمر لأكثر من 130 يوم. دوري توقف يوم 11 مارس، ليس بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن بسبب إعصار التنين، الأمطار والسيول اللي شهدتها كل محافظات مصر، فكان التوقف لأجل غير مسمى. ثم جاءت جائحة كورونا، عافانا الله وعافاكم من كل مكروه ومن كل شر. عرضية خالد قمر، لكن هناك قرار، هناك ركلة جزاء بتحتسب. خالد قمر كان على موعد لإدراك التعادل في الكرة اللي اتلعبت له، استلمها وسدد، ولكن تصطدم بيد لاعب سموحة لحظة ما خرج الهاني سليمان لمقابلته والانقضاض عليه، ولكن في النهاية قرار محمد سلامة ميدو باحتساب ركلة جزاء. خالد قمر على تنفيذ ركلة الجزاء من نفس المكان اللي وضع به فريق سموحة في المقدمة من جديد. صلاح محسن، هل بقى يعيد خالد قمر المباراة إلى التعادل بهدف تاني لتصبح النتيجة 2-2؟ دقيقة الخمسين، تركيز أمامنا من الهاني. خالد قمر بيتقدم يتقدم يتقدم، ولكن كرة بعيدة طلعت بره إلى ركلة مرمى، حطها في الزاوية اليسرى، عدت جوار القائم الأيسر بارتفاع عالي، ارتفاع مترين تقريبا، ارتفاع العارضة من مستوى سطح الارض مترين واربعة واربعين سنتي.
لكن الكرة على ارتفاع مترين علت وعدت جوار القائم الأيسر، تنتهي إلى ركلة مرمى تتلعب تاني في منطقة وسط الملعب. حوارات والتحامات في ألعاب الهواء للكرات العالية المشتركة. خالد الغندور يحصل على خطأ، يسيبها لزميله محمود رزق، بيلعبها لإسلام جمال مرة تانية، تمريرة في الجهة اليسرى مرة دي هشام محمد. سيد سالم لعب للعبد منهور وغزل المحله ووادي دجله. لاعب الاتحاد الحالي بيتقدم في الجهه اليسرى ويحصل على ركله ركنيه لصالح الاتحاد. ركله ركنيه للاتحاد. استمع هنا لاصوات اللاعبين، اصوات الاجهزه الفنيه، مطالبه من الهاني بتمركز لاعبيه وفرض الرقابه على مهاجمي الاتحاد ولاعبو الاتحاد المتواجدين داخل منطقة الجزاء. ظهور هنا لإسلام وتحرك لمحمود رزق اللي زي ما قلت لحضراتكم انه عنده 4 أهداف واغلبهم من الكرات الثابتة واجادته لألعاب الهواء. سجل في مرمى الجونة، في المصري، في الإسماعيلي، في مرمى أيضا نادي مصر كان له هدف من ضمن الأهداف الأربعة اللي سجلها في لقاءات الدور الأول من منافسات الدوري. هاني سليمان على تنفيذ ركلة المرمى، توصل عند حجي، دفع من حسام حسن صاحب الـ6 أهداف اللي سجلها مع الفريق. فيش تبديلات تمت في الشوط الأول زي ما ذكرنا واتكلمنا، لكن أذكركم بقى بالبدلاء بالمناسبة: سنفولي في حراسة المرمى كبديل، محمد أنور، نور السيد، صبري رحيل، أحمد رفعت، عبد الغني محمد، واحمد راشد. ده بالنسبه لفريق الاتحاد. اما لدى سموحه ففي عدد كبير جدا من اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء. شوف الاول كره هشام محمد اللي سيد سالم براسيه محمد عبد المنعم يطلع مدافع سموحه. ناصر ماهر صاحب اللمسات الجميله وصاحب المهارات العاليه، تقدم في اليمين، احمد جمال يعرقل كره فيها بطاقه صفراء. فيش كلام، هشام محمد، محمد سلامه ميدو يستخدم البطاقه الصفراء. دخول على احمد جمال، عرقله واضحه، والحاله بالفعل هنا تستوجب استخدام البطاقه الصفراء. محمد سلامه ميدو استدعي طبيب فريق سموحة للنزول للاطمئنان على سلامة اللاعب أحمد جمال. بدلاء سموحة: عمر صلاح، محمود عزت، سيد فريد، إيدي أمومو، محمد نادي، فارس مجاهد، حليمو، كريم يحيى، أحمد فؤاد، أحمد حسن مكي، محمد طلعت، محمود فهمي، سلام أحمد، شريف رضا، ترهوني، وفوزي الحلمي. سقوط مرة أخرى هنا من لاعب سموحة على أرضية الملعب. بيستدعي محمد سلامة ميدو طبيب الفريق للنزول والإطمئنان على سلامة اللاعب بعد التوقف لقرابة 130 يوم. يعني أكد عدد كبير من مدربي اللياقة البدنية أنه لاعبين في حاجة إلى 45 يوم لإعادة التأهيل البدني والفني، وإنه لما يتوقف اللاعب عن أداء التمارين الرياضية بشكل منتظم فالجهاز العضلي والجهاز العصبي بيفقد جزء كبير جدا من التحمل والتكيف الموجود لديهم خلال فترة التمارين المستمرة في الفترة الماضية، وبالتالي بيكون من الصعب نوعا ما على لاعبين المحافظة على نفس الفورمة والريتم والمستوى اللياقي وأيضا الفني قبل التوقف. لذلك بنشوف في أغلب المباريات الودية اللي لعبت وأقيمت إن حركة اللاعبين أصبحت بطيئة، وإن الكرات الممررة نسبة الكرات المفتقدة فيها كتير جدا جدا من خلال متابعتنا للقاءات اللي فاتت. شفنا ان خلال هذا التوقف ان في
بعض التبديلات اللي تمت. كريم يحيى من سموحه رقم 13 نزل، وفي الاتحاد نزل اللاعب رقم 30 من فريق الاتحاد محمد عبد الغني. تبديل بيقابله التبديل، تعادل في التبديلات، تبديل لدى كل فريق، لكن في النتيجة لا يوجد تعادل. كان التعادل ممكن يكون موجود لو كان سجل خالد قمر ركلة الجزاء اللي احتسبت مع بداية الشوط الثاني من اللقاء. هاني سليمان بيمسك الكرة العالية ومن أعلى نقطة بيبدأ أمامية عند اللاعب حسام حسن، ترتد تاني في منتصف الملعب لرمي التماس لمصلحة فريق سموح. حمص لمحمود معاذ، ضغط على السيد سالم. عبد الغني محمد وسط ملعب، كرة تعود لصالح فريق سموحة. صلاح محسن يستلم تمريرة ناصر ماهر ويلعب الكرة ناحية اليمين، لكن مرة دي قوية طويلة على محمود معاذ، انتهت إلى رمي التماس. عدد كبير أيضا من المدربين نصحوا بأن من الضروري إدخال تمارين التحكم في الكرة لتقليل فقدان الإحساس والسيطرة على الكرة، والتحكم الحركي محدد بالكرة. يعني ده بالتأكيد، لأن في فترة التوقف دي تشعر بأن في عدد كبير من اللاعبين بأن حدث لهم حالة نسيان، فكان من الضروري ايضا ادخال تدريبات القوة العضلية، يعني علشان تعمل عملية دعم للقوة وصلابة الجهاز الهيكلي زي الاوتار والاربطة، واللي ربما تأثرت بالتأكيد بالتوقف عن ممارسة تدريبات كرة القدم الواقعية. يعني فبالتالي كنت في حاجة الى تدريبات خاصة مع العودة للوقاية من الاصابة، لان فحصل عملية ارتخاء للعضلات وكيفية عودة الجسم للتكيف مع التدريبات ومع المنافسة. فعلشان كده خلال الفترة اللي احنا شفناها بدءا من يوم 15 يوليو وحتى اليوم 28، خلال ال 13 يوم شفنا عدد كبير جدا جدا من المباريات الودية اللي أقيمت واللي خضتها أغلب أندية الدوري الممتاز علشان يعملوا على مساعدة الجسم للعودة من أجل التكيف مع التدريبات ومع التنافس قبل العودة الحقيقية للمسابقات الرسمية. صلاح محسن يستلم ويغير اتجاه اللعب. كريم يحيى، يتقدم فريق سموحة عن طريق معاذ محمود على الصورة. حمادة صدقي اللي تولى المهمة خلف حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة، 58 سنة عمره حمادة صدقي، طلعت يوسف 65 سنة. خمس مباريات لعبها فريق سموحة تحت قيادة حمادة صدقي منذ أن تولى المهمة. التقى بالإسماعيلي وتعادل 1-1، ثم تعادل أيضا بنفس النتيجة مع كل من الاتحاد ومصر مقصة والأهلي، وفوز على حساب فريق نادي مصر بهدف 1-1. كان الهدف سجل عن طريق اللاعب صلاح محسن. تحضير عندي ديوب وسط ملعب سموح بيلعبها في اليمين أمامية إلى معاذ، مرتدى كرة بخطأ يحتسب للاتحاد. 60 دقيقة مرت أصدقائي في كل مكان عبر أون تايم سبورتس، هدفين مقابل هدف. سموحة على الاتحاد متقدم. تبديل، بل ممكن تكون في مجموعة تبديلات، جملة تبديلات حتتم لدى فريق الاتحاد. شايف كده عدد كبير من اللاعبين بيتجهوا
نحو خط التماس صبر الرحيل نور السيد احمد رفعت رقم 7 اهو امامنا بينزل ادي 3 لاعبين دفعه واحده نزلوا من فريق الاتحاد نور السيد ربما يكون نزول على حساب هشام محمد في الارتكاز او مكان مانجا هنتاكد من خلال رؤيتنا ومتابعتنا للقاء ده بالاضافه ايضا للاعب رقم 11 اللي بينزل ايمن غباشي رقم 11 بينزل في هذه الاثناء بيدفع بيه طلعت يوسف نور السيد استلم شارط القياده نور بعد ما نزل كره ملعوبه لغباشي تستخلص من امامه تطلع كره لرمي التماس احمد رفعت بيستلمها ويلعبها لصبر الرحيل الناحيه اليسرى مكان السيد سالم نزل في سموحة ادي امامنا اللاعب رقم 27 محمد طلعت طلع على حساب مين محمد طلعت نزل ما شفناش مين اللي خرج لسه كرة مع فريق الاتحاد من خارج منطقة الجزاء احمد رفعت اصحاب واحد من اللاعبين اللي لديه مهارات عالية اصحاب المهارات العالية احنا كمعلقين وانتم كمان كمشاهدين ننتظر بشوق وباشتياق وبصبر عودة كرة ورجوع الكرة إلى أقدام هؤلاء المهرة الأفذاذ بالتأكيد علشان يقدمونا التابلوه الرائع في فنون كرة القدم لكن لسه صابرين ومنتظرين ومستنيين نشوف لمسات الجميلة كرة لعبت لأبو الفتوح حضر في نص ملعب حمص ترجع ليه الهاني كرة بتتلعب الى محمد طلعت اتقطع ترجت مشتركة مع احمد رفعت حول خضراء اتحادية في الجانب الايسر اقتراب لكن في سقوط والحكم قريب مع تدخل محمد طلعت ومتابعته في اللعبة اللي فاتت لمحمد الصباحي تطلع كرة الى خارج الملعب هل الصباحي لسه موجود ولا خرج ونزل مكانه رفعت؟ رفعت هل يا ترى ممكن يكون نزل مكان احمد حجي؟ لكن يعني جملة كده من التبديلات اللي اجراها المدير الفني طلعت يوسف وكان في رد من حمادة صدقي بدفعه للاعب كريم فؤاد وايضا شاهدنا وتابعنا كان في نزول للاعب محمد طلعت ولكن على حساب من سنتأكد. رمي التماس لصالح فريق الاتحاد محمود شعبان كرة منقولة في الجانب الأيسر أحمد رفعت وهذه كرة في الجانب الأيسر محاولة تقدم يدخل غباشي لكن يعطل تتقطع الكرة وترجع مرة تانية ومن جديد بالمناسبة يعني شفنا ومتابعتنا ليه أجواء المنافسات الأوروبية وعودة الحياة إلى الدوريات الأوروبية بعض الأفكار والابتكارات اللي شاهدناها سواء مع الدوري الإيطالي أو الإنجليزي أو حتى مع الدوري الأسباني طبعا المدرجات بدون حضور جماهيري والمباريات كانت تقام بدون دخول الجماهير ولكن كان في شيء بيعوض فقدان اللاعبين للجماهير فكانوا متعطشين لرؤية الجماهير وهم يقدمون إبداعاتهم فكان البديل بكده إحداث يعني المؤثرات الصوتية اللي بتدي لك إيحاء بأن في جمهور حاضر ومتابع للقاء أو وجود بعض الصور للجماهير وهي متواجدة على المقاعد مخصصة لهم على في المدرجات ودي كانت فكرة رائعة عملها فريق بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني في البوندسليغا لما فكر وعمل دعوة للجماهير عبر السوشيال ميديا
وعبر المواقع الخاصة بالفريق الألماني وطلبهم وقال لهم اللي حابب يحط صورته فيبعت الصورة المفضلة واللي يحب يشوف نفسه عليها في ونحطها له على الكرسي المخصص له في ملعب المباراة. وده شهدت إقبال كبير حتى أن في الساعات الأولى منذ أن أعلن بروسيا مونشنجلادباخ عن هذه الفكرة كان وصل إليه أكثر من 16 ألف مشجع من أنصار الفريق يرسلوا الصور اللي هتوضع لهم في المباريات اللي هيشاهدوها في الدوري الألماني. وطبعا كل صورة كان لها ثمن وكل مقعد وكل مكان له ثمن، وكأنك بتحجز تيكت تحضر بيه إلى الملعب لمتابعة اللقاء. وده بنتابعه في مباراة الودية، ودي محاولة رأسية، يا سلام يا حسام، حسام حسن يطير ويقابل العرضية اللي اتلعبت من ناحية اليمين ولكن عدت ومرت جوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى. لكن محاولة رائعة، محاولة جادة كانت من حسام حسن لإثبات الذات وتقديم نفسه أو إعادة تقديم نفسه من جديد. حسام حسن هداف ولاعب رائع، سبق له أنه لعب لطلاع الجيش وبداياته كانت مع ناشئ الزمالك. بقول لحضراتكم أن شفنا طبعا تجربة المؤثرات الصوتية دي في ملعب برج العرب، فكرة جميلة. نتمنى أن المسؤولين ومدير الاستادات إن شاء الله عند عودة الدوري يدونا إيحاء في أن في جمهور بيحضر، في صوت للجمهور، ده شفناه في بعض المباريات ومنها مباراة الزمالك وبيراميدز، مباراة الودية اللي انتهت بفوز بيراميدز. الزمالك بيلعب مع طنطا، الأهلي يلتقي بالجونة ويواجه المقاولين العرب أسوان في نفس توقيت هذا اللقاء الودي. محمد أنور مدافع الاتحاد، كرة أمامية بتتلعب لصالح الاتحاد لكن وصلت عند الهاني سليمان، بيمسكها الهاني، بيبدأ محمد عبد المنعم اللي بيثبت أقدامه من خلال المباريات الودية في تشكيلة فريق الموج الأزرق فريق سموحة. من اليمين التقدم لصلاح محسن بمهارة، يعدي ويفوت ويسدد ولكن إلى خارج الملعب. مش ممكن، الكورة لحد دلوقتي بتعاند صلاح محسن في حالة خصام مع صلاح من خلال الكرات المتحركة، لكن من كرة ثابتة ومن ركلة جزاء سجل هدف التقدم مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. لكن على مستوى الكرات المتحركة والفنتات اللي بيعملها والسبرنتات اللي بيشوفها من صلاح محسن في تحركاته الرائعة داخل منطقة الجزاء، عمل كم محاولة كده لكن لسوء حظه ان الكرة لم تعانق الشباك. كرة ثابتة الآن لصالح سموح وعلى التنفيذ ناصر ماهر يلعبها عالية، متقدم تاني صلاح محسن، رجعت لحمص يحييها من جديد لحسام حسن، يدخل بيها لمنطقة الجزاء، بيطرده محمود رزق بيجبره على الرجوع والارتداد لابتعاد عن منطقة الجزاء. ناصر يشترك مع أحمد راشد لاعب فريق الاتحاد رقم 22 واللي نزل هو الآخر من ضمن الأسماء اللي بتشارك مع الشوط الثاني من المباراة. بطاقة صفراء ناصر ماهر بيحصل على البطاقة الصفراء اللي أشهرها له محمد سلامة ميدو. تحرك تاني راشد، محمد عبد الغني يتقدم، تقطع الكرة وترجع صاحب القميص رقم 30 في تشكيلة الاتحاد. ارتدت من دفاع سموحة اللي بيبعد الكرة في نص ملعب الاتحاد. حمص كرة ترجع عند حارس المرمى الهاني سليمان. رجب نبيل يتقدم، رجب ماشي بالكورة، تحرك وفات. المرة دي ده كريم يحيى، عفوا ما كانش رجب نبيل، أما اللي بيلعب الكورة دلوقتي رجب نبيل. في يعني تقارب في الشبه كده ما بين الاتنين، نفس الستايل نفس الحركة، ماشي بالكورة والكورة بترجع للحارس الهاني سليمان. مباراة مقامة هنا على ملعب نادي سموحة، ومن خلال يعني الجدول الخاص باللقاءات الودية
من المفترض ان في كمان لقاء ودي، تخيل يوم 6 اغسطس هيجمع الفريقين باذن الله تعالى. يوم الخميس موافق 6 اغسطس سيلتقي الاتحاد بسموحه في اخر تجربه وفي اخر بروفا للفريقين قبل ان يخوض الاتحاد اولى مبارياته الرسميه ولقاء مؤجل مع الزمالك يوم 10 اغسطس. وقبل ان يخوض ايضا فريق سموحه اولى لقاءاته يوم 13 اغسطس بمواجهه مع فريق المقاولة العرب على استاد الاسكندريه. كره مع خالد الغندور، لاعب الاتحاد بيلعبها لاحمد راشد، محاوله محمد عبد الغني، 3 من الاتحاد مع 3 من سموحه في الناحيه اليمنى من وسط ملعب سموحه جنب خط التماس وقريبه من الرايه الركنيه، تطلع لرامي التماس، تلعب الثاني لنور السيد، حافظ على كره نور ياخدها من ديوب، لكن في صفاره من الحكم محمد سلامه ميدو بان في خطا لمصلحه قائد الكتيبه الخضراء سيد البلد فريق الاتحاد. نور السيد خطا لمصلحه الاتحاد، احمد رفعت على تنفيذ الكره الثابته بيلعبها عاليه تعدي من الكل انور ورزق قلبي دفاع اللي بيتميز بالطول الفارع، الثنائي اللي تقدم لمتابعه الكره الثابته اللي لعبها رفعت راحت بعيد اخذها الهوا واخرجها الى خارج حدود الملعب بركله مرمى. 72 دقيقه من عمر احداث المباراه، سموحه متقدم بهدفين لهدف على فريق الاتحاد. احمد نبيل مانجا، نور السيد في وسط الملعب، دي كلها محاولات من الفريقين بالتمرير لكن لا يزال اللعب حتى هذه اللحظه هو لعب سلبي، يعني لان الكره منحصره في منطقه وسط الملعب ما بين اقدام اللاعبين، لكن ما شفناش التصويب على المرمى، ما شفناش الاختراقات سواء من اليمين او الشمال، وادي الكره العرضيه في اتجاه صلاح محسن، لو عدت رجعت لطلعت تصويبه، لسه بتكلم على التصويب، فمحمد طلعت حب يرد وحب يجاوب بهذه التصويبه لكن في لمسه يد. محمد سلامه ميدو بيصفر ويعطي لفريق سموحه خطا. خطا من على حدود منطقة الجزاء، كرات الثابتة بيمتاز ناصر ماهر ويجيد التعامل مع هذه الكرات. ناصر رقم 8 على الكرة، جواره اللاعب محمد الترهوني اللاعب الليبي. تركيز محمد الترهوني اللاعب الليبي اللاعب الدولي، الترهوني بالقدم اليسرى تخترق الحائط والجدار الأخضر ولكن وصلت إلى حارس المرمى، حارس محمود الزنفولي اللي نزل مكان عماد السيد. أيضا في الشوط الثاني تبديلات بالجملة عملها فريق الاتحاد لكن فريق سموحة بيسعى جاهدا للحفاظ على قوام الفريق وعمل تبديلات ولكن في أضيق الحدود، محمد طلعت وكريم يحيى فقط. هناك أيضا الترهوني نزل بعد ما كان تم الدفع بهذا الثنائي كريم يحيى وكذلك اللاعب محمد طلعت، وادي العرضية يحط رجله الترهوني ويطلع الكرة إلى خارج ملعب ركنية لمصلحة فريق الاتحاد. 75 دقيقة بيتبقى على نهاية اللقاء، ربع ساعة بينزل محمود عزت من سموحة، بيخرج رجب نبيل وما زال ايدي امومه وكذلك محمد نادي بيجري عمليات التبديل عمليات الإحماء
استعدادا للتبديل والنزول. احمد رفعت والركنيه بيلعبها كره عاليه بتعدي وضربه الراس لسه مستمره. نور ومحاوله استخلاص الكره قبل حمص، لكن حمص يبعد الكره يطلع تاني توصل لمصلحه احمد نبيل مانجا، يعليها داخل منطقه الجزاء عند خالد الغندور براسيه توصل سهله عند الحارس الهاني سليمان. هاني سليمان حاولت التقدم، حط الكرة على الأرض ويستنى بقى تقدم زملائه للأمام. حسام حسن، صلاح محسن، كرة ترجع من ناصر ماهر لنور السيد، تتحول في الجانب الأيسر صبري رحيل اللي نزل مكان السيد سالم. شفناش أي طلعات هجومية من ناحية صبري رحيل، لكن في ناحية اليمين بيحاول فريق الاتحاد من ناحية محمود شعبان انه يتقدم، وان كان يعني اصرار الاتحاد على الاختراق من العمق، ودي في صعوبة من احمد راشد وخالد الغندور وكذلك ايمن غباشي. صفارة الحكم لخطأ بيحتسب، خطأ لصالح فريق الاتحاد، وفي تبديل في صفوف فريق سموح رقم 15 ايدي اومومو. بينزل ايدي اومومو من فريق سموحه، كره بتتلعب ثابته داخل منطقه الجزاء ولكن تالق للهاني. ممتاز هاني سليمان يفرد طوله ويتصدى بجسمه لكره اللعب احمد راشد اللي كان قريب جدا من انه يسجل هدف التعادل. ضربة ركنية احمد رفعت على التنفيذ للركلة الركنية. احمد رفعت اكتر من 8-9 ركلات ركنية، لكن الاتحاد ما استفادش من اي ركلة ركنية من اي كرة ثابتة سواء في الشوط الاول او حتى مع الشوط الثاني. احمد نبيل مانجا بيلعب الكرة لحدود منطقة الجزاء، ترجع له التاني قبل ايدي اومومو اللاعب الكونغولي قادم من فيتا كلوب الفريق الكونغولي الشهير في الكونغو. هناك مازيمبي وهناك فيتا كلوب. كرة عرضية ملعوبة لفريق سموحة، حاولات لم تترجم ولم تنتهي على المرمين. بطاقة صفراء زر أصفر لمين؟ كريم يحيى أعتقد هو اللي أخذ البطاقة الصفراء في اللعبة اللي فاتت، مشتركة على حدود منطقة جزاء الاتحاد. راية من علي محمد حسن المدافع المساعد الأول والتسلل على محمد عبد الغني. لأنه كان سابق آخر مدافع حمد الطرهوني. تبديل بيجري مرة أخرى فريق سموحة، تبديلات بدأت تتوالى في الجانب الأزرق بعد ما كان فريق الاتحاد أجرى يعني عدة تبديلات دفعة واحدة. دلوقتي بينزل محمد نادي مكان حسام حسن، ودي كرة من ناحية اليمين محمد طلعت أرضية جميلة يلف جسمه محمد نادي اللي لسه نازل ويلعب الكرة الأرضية القوية اللي تعدي على شمال محمود الزنفولي إلى ركلة مرمى. محمد أنور لنور السيد، بداية تحضير الهجمة عن طريق خالد الغندور. موسم 2017-2018 خالد الغندور كان سجل هدف جميل في مرمى إنبي، كرة خلفية مزدوجة من على حدود منطقة الجزاء وكان سجلها في شباك الحارس عماد السيد، الكرة اللي حملت هدف من الأهداف اللي لا ينساها خالد الغندور. أحمد رفعت، حمص، أحمد راشد، صفارة الحكم وفاول لمحمود عزت مدافع فريق سموح.
وأعتقد أن في هذه اللحظة حكم بيشير هنا أن في تبديلات في تشكيلة فريق الاتحاد. خرج خالد الغندور وينزل مروان عطية رقم 28 في التبديل اللي فات. اعتقدت الحكم هيعلن عن دقيقة لمدة يعلن عن راحة لمدة دقيقة لشرب المياه، ولكن اعتقد انه هيكمل بقى اللقاء، لان درجة الحرارة كانت مرتفعة في الشوط الاول لكن الجو بدأ يتحسن ودرجة الحرارة بتنخفض مع احداث الشوط الثاني. لكن من المهم جدا ان اللعيبة تركز على تناول المشروبات، الماء والعصير الطازج من اجل التعويض يعني المفقود من السوائل، خاصة مع بداية فترات العودة وايضا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التدريجي. خطأ بيحتسبه حكم اللقاء كالعادة لصالح فريق سموحة من ناحية الشمال على التنفيذ. محمد الطرهوني لمحمد نادي، لمسة يد على محمد نادي في اللعبة اللي فاتت، كانت من على حدود منطقة الجزاء. محمد أنور بيتقدم لفريق الاتحاد في صناعة هجمة، لكن شوف الزيادة العددية اللي عاملها فريق سموحة، 6 لاعبين متواجدين على حدود منطقة وسط الملعب بيقابلوا خط هجوم فريق الاتحاد، فبالتالي في حرمان كبير جدا ومنع فريق الاتحاد من التقدم لتشكيل خطورة على مرمى الهاني سليمان. المرة دي في تقدم من صبري الرحيل بيخترق جبهة اليمنى ويعدي ويتعرض لسقوط، والحكم يصفر يدي خطأ لمصلحة فريق الاتحاد. أحمد رفعت بيطلب من حكم المباراة انه يبعد كريم يحيى المسافة القانونية 9 أمتار و15 سنتي. وعلى التنفيذ أحمد رفعت، دقيقة 83، 2-1 نتيجة تقدم سموحة على الاتحاد. نتيجة لم تتغير في الشوط الثاني. الهاني سليمان بقبضة اليد يطلع كرة تروح وتوصل لمروان عطية على الأرض، مروان لأحمد راشد في اليمين، محمود شعبان عرضية عالية لكن محمود رزق يتأخر في متابعة الكرة العرضية اللي اتلعبت من اليمين ويمسكها الهاني سليمان بسهولة ويبدأ بإيده عند زميله كريم يحيى، لكن يرجع كرة مرة تانية محمد سلامة ميدو للحارس الهاني سليمان باحتساب خطأ في اللعبة اللي فاتت. اتحاد السكندري كان بدأ مشواره في الدوري بمواجهة الزمالك وخسر بهدف مقابل لا شيء، وأنهى مشواره في الدوري ومع الأسبوع 17 بمواجهة أسوان وخسر أيضا بهدف 1-1. لكن بالنسبة لسموحة فكان التقى مع الأهلي خسر بهدف مقابل لا شيء أمام الأهلي، كان سجله لاعب رمضان صبحي على ملعب برج العرب استاد الجيش المصري في برج العرب، وآخر لقاءاته كانت أمام الأهلي مع بداية منافسات الدور الثاني واللي تأت أحداث المباراة فيها بالتعادل 1-1. كان سجل يوسف ديوب وتعادل للأهلي من ركلة جزاء عمرو السولية. فاول لصالح فريق الاتحاد. نقترب من الدقائق الأخيرة شاهدينا متابعينا من أحداث اللقاء الودي. المقام هنا على ملعب نادي سموحة، كرة بينية بتتلعب من محمود شعبان. أحمد راشد ما ربطش معاه في اللعبة اللي فاتت مع الكثافة العددية المنتشرة
من المدافعين بالنسبة لفريق سموحة على حدود منطقة الجزاء، واللي حالت دون وصول هجوم الاتحاد إلى مرمى الهاني سليمان. محمد طلعت من سموحة في الخلف عند محمد عبد المنعم، باطن القدم، تمريرة في نص ملعب لمحمد نادي، عرقلة من تدخل محمود شعبان، فاول اتلعب يوسف ديوب، محمد نادي يدخل لمنطقة الجزاء، هيعمل ايه محمد نادي؟ ماذا يقدم محمد نادي؟ مرة يمين مرة شمال، الترقيص المراوغة الفاصل المهاري بيقدمه محمد نادي، لكن تعدي الكرة بالعرض ويتابعها دفاع فريق الاتحاد ويطلع الكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة فريق سموحة، هيلعبها الكونغولي إيدي أومومو. إيدي أومومو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، 8 مباريات دولية مع منتخب بلاده. محمد عبد المنعم المدافع المتميز في سموحة بيعالج ركلة ركنية على التنفيذ إيدي أومومو، كان انتقل للاتحاد الرياضي المونستيري التونسي من فريق فيتا كلوب من قبل، عاد مرة أخرى إلى الدوري الكونغولي لكن عبر بوابة موتيما بيمبي، ثم قدومه إلى سموحة من خلال فريق فيتا كلوب، انتقال لمدة موسمين ونصف الموسم. كرة لصالح فريق سموحة، محمد نادي بيلعبها مع صلاح محسن، اقتراب من الدخول لمنطقة الجزاء لكن الدفاع الأخضر يتماسك لسيد البلد، رجعت الكرة لمصلحة مروان عطية، خطأ على محمد الطرهوني اللاعب الليبي. نور السيد، محمد أنور عنده هدف وحيد سجله في الدور الأول، محمد أنور كرة أمامية بينية طولية توصل عند الهاني سليمان، دقيقة 88، تبقي دقيقتين على نهاية المباراة، سموحة متقدم بهدفين لهدف واحد، هيكون هو الفوز الأول لسموحة من خلال يعني سلسلة المباريات الودية اللي لعبها، خسر من الزمالك وخسر من الأهلي، تعادل مع المصري، لكنه الآن متقدم على فريق الاتحاد، والاتحاد في مبارياته الودية تعادل مع طنطا 1-1، هزم من حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء، والآن متأخر بهدفين مقابل هدف واحد. محمد طلعت بيلعب الكرة في اليمين لمصلحة زميله كريم يحيى، عادت الكرة للخلف عند الحارس الهاني سليمان، بيلعبها تعدي إلى وسط ملعب فريق الاتحاد السكندري، هذه كرة الهاني اللي لعبها وكان في تدخل من أحمد راشد على ما يبدو لي في اللعبة اللي فاتت دي على الهاني، فالحكم صفر واحتسب خطأ في اللعبة الأخيرة، ودي أمامنا إعادة هنا للهدف اللي كان سجله ناصر ماهر مع الدقيقة الثامنة من الكرة العرضية اللي اتلعبت له من ناحية اليمين من زميله محمود معاذ، ثم هدف التعادل اللي كان سجله بعد كده لفريق الاتحاد محمد الصباحي لما ارتدت له كرة من على حدود منطقة الجزاء من صناعة زميله خالد قمر في كرة مشتركة مع مدافع فريق سموحة محمد عبد المنعم، ومن ركلة جزاء كان تمكن صلاح محسن من إعادة التقدم بهدف وبكرة وضعها على يمين الحارس
عماد السيد اللي اتجه ناحيه الشمال نلعب في اللحظات الاخيره. وادي تعليمات من حماده صدقي وكذلك مدرب الحراس احمد ناجي في كلام هنا مع عماد مع الحارس الهاني سليمان، وايضا كلام موجه الى اللاعب محمد طلعت. نلعب في اللحظات الاخيره، خلاص المباراه هنا اوشكت على النهايه ما بين الشقيقين الاتحاد سيد البلد وسموحه الموج الازرق. وفي هذه اللحظات ادي امامنا حكم طبعا محمد سلامه ميدو طرد الهاني سليمان، اعتقد ان بعد ما كان في كره اشترك فيها مع اللاعب احمد راشد تم طرده، وبينزل مكانه الحارس عمر صلاح. وفي هذه اللحظات يطلق الحكم صفارة النهاية والفوز لسموحة بهدفين مقابل هدف. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.